ربما لا تكون الأجمل ولا هي الأغنى، ربما لم أنل منها الحنان الذي كنت أتمناه، ربما لم أكون أكثر عدلا وإنصافا بين أبنائها، أغضب منها أحيانا، ولكني حين أشتاق لها أشتاق لليالي ثمرها، حين كانت تجمعنا مع الأهل والأصدقاء، يقول أنها شاخت وهرمت، يقول أنها ضعفت ووهنت، ولكنها ستظل دائما هي الأقوى والأفضل. إنها وحدها الأم، إنها مصر. اللهم احفظ مصر وشعبها من كل سوء. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة وخليك هنا. وما زلنا نتساءل كيف يعيش العالم مع كورونا. قصص كثيرة بعضها واقعي وحقيقي وبعضها الآخر خرج من وهم الخوف إلى الإصابة بالمرض. معنا ومعاكم الخبير الدولي في السلامة والصحة المهنية الدكتور طلعت البهلول. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. منورنا. ده مرورك. دكتور هنبدأ سؤالي بقى عن موضوع الساعة وهو كورونا. تمام. وخاصة زيادة الأعداد في مصر أو العالم كله، إيه رأي حضرتك؟ شوف حضرتك، الكورونا طبعا هي بدأت في العالم في نهاية العام الماضي في ديسمبر. تمام. واستمرت بدينا في مصر هنا وبعض الدول ودول أوروبا وأمريكا من أول فبراير، طبعا من فبراير لغاية الآن. كان هناك مجموعة من الموجات زي ما قلنا، الموجة الأولى دي كانت بتيجي بمنتهى الأمانة قوية شديدة، كانت بتصيب الجهاز التنفسي، كانت بتصيب فئة، وكان بعض الحالات بتتوفى، بعض الحالات كانت بتتشفى. عدد الناس اللي كانوا موجودين في وقت الكورونا ما كانش بالعدد المهول اللي احنا كنا شايفينه دلوقتي. الكورونا الفترة الحالية هي كورونا بتيجي سريعة الانتشار، 70% سرعة غير عادية. الأول كانت بتخش تصيب فرد في البيت، أصبحت النهاردة بتصيب العيلة كلها، دي كارثة. لكن نقدر نقول انها مش بنفس حجم تاثيرها بالقوه زي الفتره الاولانيه، ولكن احنا بنتكلم بقى دلوقتي على عدد اصابات كتيره جدا. طيب هو السؤال اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، هنا العالم كله اغلق، العالم كله قفل، العالم كله النهارده تاثر اقتصاديا، موجود زينا زي شان اي بلد في العالم. بعد كده الدنيا بدات تفتح، عشان الدنيا لازم تشتغل. لما الدنيا فاتت تفتح بمنتهى الأمانة، مصر والعالم تسيبوا. مصر والعالم حصل لهم نوع من أنواع الانفتاح، بحيث إن الناس كلها كانت في حالة لا مبالاة. فأثرت معانا، لكن إحنا ما كناش واخدين بالنا، لأن كان فترة الصيف شوية، بالرغم إن منظمة الصحة العالمية ما كانتش قادرة تحدد هل الصيف بيقل، هل الشتاء بيزيد، واخد بالك في الفترة دي كان فيها شوية لخبطة. حصل انتشار. دلوقتي للأسف الشديد حالات الكورونا عليت جدا 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 على مستوى العالم. لو احنا شفنا من شهرين امريكا لوحدها كانت 51,000، ارتفعت النهارده ب 273,000 حاله اصابه، زائد 3,380 حاله وفاه، ده بس في بلد. يمكن عايز اقول ان الرقم اللي احنا بنشوفه على التلفزيونز مع وزاره الصحه ليس الرقم الحقيقي اللي موجود، ولكن زي الوزير قال والمستشار سياده المستشار الصحي دكتور عوض تجدين قال احنا بنحسب اللي داخلين بس مستشفيات الحجر الحكوميه، مش الحالات الحجر المنزلي، لا الحجر المنزلي ولا المستشفيات القطاع الخاص. طيب العدد زاد، اتفتحت 335 مستشفى زياده، كان قبلها اتفتح 30 مستشفى زياده. الاعداد بتزيد، السراير بتزيد. طب بتزيد نتيجه لايه؟ نتيجه للاوعي الناس. طب يا دكتور ازاي نحافظ على نفسنا من انتشار كورونا، وايه هي الاجراءات الاحترازيه؟ ده شقين. تمام. الاجراءات الاحترازيه داخل بيئه العمل، الاجراءات الاحترازيه اللي انا اخدها كشخص، ثم ازاي احافظ على نفسي داخل بيئه العمل. مفيش شك ان الكمام النهارده اصبحت اسلوب حياه، انا مسميها اسلوب حياه. خلاص جزء لا يتجزا مننا. زي انا بنزل بقميصي، انا بنزل بالكمامه بتاعتي، ما ينفعش ان انا اسيبها. دي زاويه. الزاويه الثانيه، سواء كنت استخدم الكمامه الجراحيه، الكمامه الطبيه، الكمامه المهنيه، الكمامه القماش، بصرف النظر عن ما ليهم وما عليهم، لكن لابد ان انا البس حاجه على وشي عشان تمنع اي رذاذ. احافظ على نفسي. لازم احافظ على نفسي. دي نقطه. بالنسبه كمان احنا بنقول برضو نطهر ايدينا، الالكول جيل. انا في نفس التوقيت لازم اغسل ايديا بالصابون كويس قوي، زي في الفتره الاولانيه ما اتعلمنا، احنا نسينا الكلام ده كله.
ايدينا مثلا بيدي نغسل ايدينا كويس كده، بس ان احنا نعقب كل الحاجات اللي موجوده، يبقى حريصين علينا ان احنا واحنا داخلين البيت عندنا زي ما كل الناس كانت بتعمل في الاول، بتخش على طول الحمام بتغسل ايديها، بتغسل وشها كويس جدا وبالك بالصابون، عشان ايه؟ عشان تقدر لو حصل عنده اي حاجه موجوده يقدر ايه يطهر نفسه من اي فيروس اوريدي موجود. ده بالميه والصابون. عندنا الجل، عندنا الالكولز، واحنا في الجل والالكولز زي ما بنقول نخلي بالنا عشان في غش تجاري نزل دلوقتي في السوق بالنسبه للاثنين دول، عشان نحافظ ايه على ايدينا. الجزء الثاني ان انا بنتكلم بقى على الجزء الخاص بالشركات. تمام. الشركات مشكله، ادخل بالكمامه ثم اقلعها. لا انا شايف ان البنوك ملتزمه التزام كبير جدا، ان شركات الاتصالات ملتزمه، اما جميع الدوائر الخدميه الحكوميه كلها ضايعه فعلا. امه لا الله كلهم مش لابسين. فانا عايز اقول يا جماعه نخلي بالنا. طيب المؤسسات اللي موجوده اللي يعني ايه اللي مش خدميه بقى، زي الشركات المصالح الحكوميه كلها اصلا مش لابسين. زي ما قرر معالي رئيس الوزراء قال وهو رئيس اداره الازمه ان هيفرض يعني غرامات بلس حاجه ثانيه التزام جميع الناس انها ايه؟ انها تلبس الكمامه. ده مش عشان بس الدوله، عشان الدوله ما تصرفش، لان اداره الازمه في الفتره الاولانيه حقيقه بمنتهى الامانه هي كانت حريصه تماما على الناس، وبالتالي دعمت وزاره الصحه وزاره التموين عن طريق طرف حدائق، عن طريق وزاره الماليه. الجيش والشرطه كانوا الاثنين مع بعض، ان هم بالنسبه للجزء الخاص المواد التموينيه اعتقد ان مفيش محسش اي مخلوق ان في عجز في اي ماده تموينيه، زي امريكا السوبر ماركتس اللي كانت موجوده ما فيهاش ابدا اي اشياء موجوده. طب دكتور حضرتك شايف المناعه دور في الحمايه، وازاي ارفع المناعه بتاعتي؟ المناعه اثناء كورونا. المناعه كنا رافعينها كويس، وللاسف الشديد المناعه نزلناها. ازاي؟ احنا كنا ما بناكلش اكل من بره. تمام. بناكل اكل من البيت. الاكل بتاعنا بيكون اكل هيلسي، اكل صحي شويه. كنا بناخد الاكل الهيلسي مش الاكل العادي. كنا بيجي ناكل، كان زمان دلوقتي كمان رجعت تاني عربيه الفول اللي هي بتغسل الطبق في قلب الجردل، رجعت مره تانيه وبلاحظ في الشوارع اوريدي موجوده، لان النهارده حاله من حالات التسيب. احنا بنتكلم كمان على احنا بنشرب، كنا دايما حريصين كمان في شربنا ما ناخدش مواد غازيه اكتر، ما ناخدش قرارات عشان نعمل، كنا بنبص على الجزء الاكل اللي هو هيلسي رقم واحد واللي يؤدي رفع المناعه. طيب انا عشان ارفع المناعه ارفعها ازاي؟ هو ده سؤال مهم جدا. ارفع المناعه بمجموعه عوامل. الجزء الخاص بالتابلس ان انا اخدها كفيتامينز، بس نخلي بالنا بعد ما بنعمل اناليسيس ونشوف الدكاتره بتاعتي يقول لي انت عندك نقص في الحته الفلانيه، تستطيع ان انت ايه ان انت تاخده وتكمله، ما ناخدش كده عمال على بطال، عشان الادويه دلوقتي بدات تقل. الحاجه الثانيه الجزء الخاص بالشرب والخاص بالاكل. في هناك اكل كتير جدا جدا بيرفع المناعه، وبالذات للكورونا. الكورونا في الجزء القلوي لا تتعايش مع القلويات، احنا عندنا اكل كتير، عندنا الافوكادو، عندنا الكيوي، عندنا البرتقال، عندنا السفندي، واحسن حاجه كل الاكلات دي بتحارب طبعا طبعا طبعاً. وارخص حاجه دلوقتي لانها نسبتها تصل الى 22.5 وبالك كجزء قلوي، الجرجير حقيقه موجود في كل بيت، وارخص حاجه موجوده في كل بيت، وانا شخصيا كنت باخده علشان كان عندي نقص في الحديد، بقيت النهارده اخده مرتين في اليوم، باكل مرتين في اليوم عشان نقص الحديد، وكمان عشان ايه؟ عشان الجزء الخاص بالبروتكشن للكورونا. دي حاجه. طيب الجزء الثاني المهم جدا دلوقتي، الناس كلها حالتها النفسيه سيئه. ليه؟ الطاقه الايجابيه يا دكتور. الطاقه الايجابيه، احنا محتاجين ناخد طاقه ايجابيه بجد. بالظبط. بقينا كلنا عندنا طاقات سلبيه، اخبار بقينا كل حاجه، السوشيال ميديا، القنوات، كل حاجه بقى صفحات وفيه. عايزين ندي الناس طاقه ايجابيه، لان مريض كورونا فعلا يا دكتور بيحتاج ان هو يبقى عنده طاقه ايجابيه، يتفرج على حاجه تضحكه. ادينا طاقه ايجابيه يا دكتور. بالظبط وده اللي حصل لي انا شخصيا. يعني انا جات لي مره في لحظه فوبيا كورونا. انا جيت اقوم مش قادر بتخبط من كثره ما انا مهتم جدا بموضوع كورونا، بتفرج على التلفزيون بصفه متصله، متابع الاحصائيات، متابع الناس، بشوف حالات مستشفيات كتير على مستوى العالم، دكاتره بيتكلموا، انا اتاثرت داخليا. خلاص بقى الاعصاب اتاثرت داخليا، واخد بالك اتاثرت داخليا فعلا. لكن فينا قلت لا، احنا لازم الاول
نتابع العالم تمام. لكن في نفس الوقت لازم نحرص على نفسينا. وبنحرص على نفسينا ايه بقى؟ زي ما قلنا برفع الطاقه الايجابيه، لان احنا الجزء السلبي وقع المناعه عندنا. طيب هو السؤال النهارده، احنا كنا بنسمع دايما حالات الوفاه الطبيعي بعيد عننا، احباط، رابط النهارده دلوقتي لقينا ان اقرب الاقربين عندنا تعبانين ورقدين، وخد بالك وحالات الوفاه كتيره جدا منتشره حوالينا. عشان كده بقول ايه، احنا الجزء الايجابي اللي موجود ان احنا نوجد السعاده. ما هنقول السعاده ازاي واحنا شايفين ازمات؟ لا، هو كده لازم نوجد السعاده، لازم نعيش لحظه حلوه اوريدي موجوده. نخلي بالنا احنا نقدر ناكل كويس جدا، نبقى سعيدين جدا، لازم نقدر نتفسح، نستمتع باي حاجه احنا بنعملها، نستمتع باي حاجه. يعني انا عايز اقول لك، مع رئيس الوزراء لما قال هنخلي الاجازات يوم الخميس كان له هدف، قال عشان الناس تنبسط، ما قالش عشان الناس تتكادس والناس تتزاحم والناس تنشر الكورونا. لا، ليس الهدف كده، هو الهدف عشان ننبسط. ما احنا ممكن ننبسط وعندنا جزء من ايه، من التباعد. وانا كلمه التباعد دي وانا بسمعك كتير، ما انا كنت اقول لحضرتك بقى كلمه اوقفتني، كلمه التباعد الاجتماعي دي كلمه صحيحه ولا خاطئه؟ لا، دي كلمه انا بعتبرها كلمه خاطئه. لا يوجد في حاجه اسمها تباعد اجتماعي، احنا كده بننفر من بعض. بالظبط، احنا عندنا حاجه اسمها تباعد جسدي وتقارب اجتماعي. طيب، ابعد جسديا لكن اتقارب اجتماعيا. هو انا قريب المصاب ولا قريب المتوفي ولا جاري اللي موجود ما بسالش عنه؟ انا بدمره زياده لما ببعد عنه. ده عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن النهارده مريض الكورونا انا اعتبرته ان هو بيعتبر مرض الكورونا مرض عار. تمام. مرض عار ليه؟ لان اول ما بيجيله العيله كلها داخل البيت بيحصل لها تنفر منه، يرموا له الاكل على الباب، يبقى مش عايزين يخش الحمام لو كان حمام واحد ويفضلوا يتهاروا فيه، وخايفين منه لغايه لما ياخد اوضه وخلاص خف. هو بيموت من الخوف لوحده. بالظبط، بيجيله بانكس موجوده ان في اللحظه دي هو ضاع. خلص والراجل خف، يبقى دايما ماشي معاهم بعيد عنه، هم بيخافوا منه. تمام، راح الشغل منفور. طب لو مات، دي كارثه. في الفتره الاولانيه بعد زياده الوعي اللي كان في قله وعي كان موجوده، لا حد كان بيدفنه ولا حد كان بيشيعه ولا حد كان بيصلوا، في ناس كانوا بتسيب اهاليها ولا حد بيصلوا عليه. انت عارف ازاي؟ دي كارثه، لان عايزين نقول حاجه، حتى المتوفي خلاص، لان ده عن طريق النفس، فالنفس خلاص راح. هيقول لك طب عن طريق الملمس، هو بيتغسل وبتحط كمان اوريدي في كفن، يعني بعيد تماما. هي التوعيه يا دكتور برضو. المفروض احنا يبقى عندنا توعيه فعلا ان مريض الكورونا لما يموت ما خلاص الموضوع مش هينتشر، خلاص هو النفس خلص. انا ازاي يجي له قلب ان هو يرمي والده او ايا كان بقى، يعني يرميه ويمشي، ما يخافوا يدفنوه ليه؟ هو دي بص حضرتك، دي ده كان فكر اوريدي لبعض الناس في فتره بدايه الكورونا، كويس. لكن طبعا خلاص، يعني الدنيا دلوقتي شويه اتغيرت، الدنيا شطرت. لكن انا عايز اقول، اوجه برضو رساله مهمه جدا. تمام. في الحته الجزئيه دي لمعالي وزيره الصحه، بقول لها راعي الجزء النفسي، انتوا راعيتوا الجزء الطبي على اكمل وجه، وانا فخور وسعيد. رفعتوا كفاءه المستشفيات من ناحيه، انا ما اقدرش اقول ناحيه فندقيه لان مش فايف ستار. تمام. لكن عليا من الناحيه الفندقيه وتسيفر ايه، من الناحيه الطبيه، من ناحيه الاجهزه والتولز، وزاره الماليه وفرت لكم كل ده، دربتوا الاطباء، دربتوا الممرضين. النهارده بقى انا بتكلم جنود مجهوله، وده ليست مجامله ليهم، ولكن في حاجه لسه ساقطه، هي النفسيه، العلاقه ما بين المريض اللي داخل جوه واهله. طب يا دكتور، هنتكلم على العلاقه بين المريض والنفسيه واهله بعد الفاصل. اهلا بيك. فاصل وراجعين لكم تاني، خليك يعني.
رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور طلعت البلوي. منورنا يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هنكمل كلامنا بقى على الطاقه الايجابيه. انا هتكلم عن الطاقه الايجابيه، بس قبل ما اكمل الطاقه الايجابيه هكمل الجزء الخاص. اوكي اتفضل. الجزء الخاص بتاعت اللي انا نبهت على يعني رجاء للمعالي الوزيره وقلت ان اداره الازمه حقيقه سواء كان وزاره الماليه وفرت كل الامكانيات الماليه لمجموعه حاجات من ضمنها الصحه والتموين، وساعدهم بكده الشرطه والجيش في عمليه بالانس للسلع التمويليه. حقيقه الجزء الخاص بالصحه، وزاره الصحه النهارده فتحت مستشفيات جهزت عزل. احنا ما كانش عندنا مجموعه مستشفيات العزل قليله جدا، كانت قليله جدا. لا، فتحت مستشفيات كتير للعزل، دربت الناس اللي موجوده، جالت تولز بسرعه جدا اللي حطوها. ده كل ده كويس جدا، انا لا انكر ذلك. فتحنا القطاع الخاص، فتحنا جزء من ما بين القطاع الخاص وما بين او الاستثماري وما بين القطاع الحكومي ان بتوين، عشان الكوست. كل ده انا على عيني وعلى راسي، ولكن هنا بقى في حاله نفسيه موجوده. المريض عندما يدخل المستشفى كان اهله فتحوا باب الشقه ورموه، هو داخل يموت ورموه، هو وصل له كده بالظبط. هو وصل له ان اول ما بيجي له احساس ان هو عنده كورونا، ان حالته النفسيه. وهنا بقى بنتكلم بقى كمان على حاجه تانية، على المناعه بتاعته بتقع بالكامل. والاهل كانهم رموه وسابوه. الاهل اللي عارفين يتصلوا بالمريض ولا المريض عارفين يتصل بيه، وكل اللي يقوله هو داخل الرعايه المركزه او داخل المستشفى الزفريه. طيب نعمل ايه لما يجي يساله؟ ما حدش بيديهم رد نهائي، ما حدش بيديهم رد نهائي الا في حاله واحده بس، مطلوب منك تدفع كذا. ده في القطاع الخاص، مش بتاع الاسمين. مطلوب تدفع، وارقام فلكيه، ارقام فلكيه، والناس بعد كده ممكن بعد 4-5 ايام يدفعوا رقم فلكي. حصل فلكي ويتوفوا. حصل بالفعل قدامي. طب وبين يجي يقول له تعالى خد الجثه وادفع كذا. طيب الفتره الزمنيه دي عشان ارفع حتى المناعه عنده، ان انا لازم يبقى في لينك ما بينه. حاجتين، عن طريق اداره العلاقات العامه، ودي تنشا فورا، اللي هي موجوده اصلا موجوده، وانا شايف ان دورها ضعيف، ودول لازم يكون موجود دلوقتي. القاعده العامه ليست لمكتب الوزيره، لا، القاعده العامه لابد ان تكون منتشره في الحته دي. تمام. دي زاويه. الزاويه الثانيه، ازاي ابقى عامل لينك سواء كان بتليفون او بفيديو. طيب انا يقول لك ايه، ما يقدرش يتكلم في تليفون عشان خاطر انا في منتهى البساطه اشوفه على الاقل ولو 5 دقايق، يبقى الاهل شايفينهم وهم شايفين الاهل. خلي بالك، عن طريق الترافي، عن طريق الفيديو كونس وزيفري، او نعمل حاجه تانية، ان في قاعه تبقى موجوده تحت، في تلفزيونز موجود، وفي خانات موجوده، وكل اوضه بيطلع لها الخانه بتاعي يبقى شايف باباه، وهو الكاميرا بتاعته شايفها، وبالك لفتره زمنيه، يبقى كده في تواصل ما بين اهل طول المريض. طول الوقت هو مريض وقاعد خلاص، قاعد انا بموت براحه. ولاحظ حاجه، ان كل الناس اللي بتخش المستشفيات دلوقتي بالذات الرعايه المركزه، سرعه وفاتهم بسرعه جدا. الاول كان لا، بيقعد فتره، النهارده في سرعه في حاله الوفاه. فالراجل حاجه من الاتنين، يا اما الراجل الحاله بتاعته بتدور بسرعه، او حالته النفسيه بتساعده على ان الحاله بتاعته بتسقط بطريقه سريعه. دكتور انا كنت بشوف ناس كتير عندي على الصفحه، بيبقى انا ما اعرفهمش شخصيا، بس اكتشف ان هو عنده مثلا او عندها كورونا، كنت بتابعهم، ابعت لهم رسائل كده تديهم ريفرش شويه جلبة. عشان حتى لو انا ما اعرفوش. الطاقه الايجابيه دي، ده سحر، ده من عند ربنا. اوجد للبني ادم ان يستطيع يرفع الاتيتيود بتاعه، ويرفع المناعه بتاعته، ويرفع روحه عن طريق
توليد الطاقة الإيجابية، أي طاقة سلبية يرفضها تماما. خلي بالنا بس حلقة كاملة يا دكتور عن الطاقة الإيجابية، واتكلمنا بقى دي دي إزاي إحنا ناخد طاقة إيجابية. ده قصة تانية، ده قصة تانية. أولا لازم عارفين الطاقة الإيجابية بتيجي لمين؟ للناس اللي عندهم قناعة، الناس اللي عندهم رضا نفس، الناس اللي جوين بربهم، الناس اللي عندهم علاقات سوية مع الآخر. دي خلي بالنا دي مهمة جدا. فهو على طول بيبقى عنده طاقة إيجابية. أنا الطاقة الإيجابية لعلم الشيء اللي هي يعني مختصة لا للغني ولا الفقير ولا الوزير ولا الغفير. زي ما بقول كده، الكورونا لما بتصيب ما بتشوفش لا وزير ولا غفير ولا غني ولا فقير، بتصيب الكل. الطاقة الإيجابية كده، أنا من جوايا أولد يكون عندي انرجي للطاقة الإيجابية. دكتور ودعتي. بالرغم من الغرامات حضرتك شايف إن هناك التزام؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنا في كثير من الحلقات طلبت تشغيل الغرامات وتصديت المسألة مش بتاعت غرامة، مش بتاعت 50 جنيه، مسألة ان المواطن ده ما بيخاف من الغرامة. اي بلد في العالم بيخاف من الغرامة. طيب الغرامة بتيجي نتيجة اللجان. النهاردة بالرغم النهاردة بقالنا النهاردة من يوم الحد لغاية النهاردة ما فيش لجان. وانت الامانة انا بكتب في المعادي وبمشي وبروح واجي، ما فيش لجان، ما فيش لجان خالص. وبالتالي انا ما زلت شايف ان الاوتوبيسات السواق مش لابس ولا الركاب. انا شايف الميكروباصات مفيش حد لابس فيها، واللابس بعض الاخوه اللي لابسين اللي هم قاعدين حاطين اما تحت الودن او تحت دقنهم او حاطينها، وبالك اللي هم ملتزمين او حاطينها، لما نشوف النسبه ازدل. طيب انا بقول للناس ايه؟ نخلي بالنا، طول ما انت ماشي في الشارع ما تلبسهاش، طول ما انت طالع السلم ما تلبسهاش، طول ما انت قاعد بيتك ما تلبسهاش، سايق السياره لوحدك مش معاك حد ما تلبسهاش، بتلعب رياضه ما تلبسهاش، وانت ماشي بتتمشى لكن في الباقي كله لابد ان احنا نلبس. الكورونا اصاب الكبير والصغير، طفل النهارده 16 شهر، اطفال صغيرين جدا لسه متوفين امبارح. الوقت مع حضرتك ما يتشبعش منه، واتمنى خليك. حضرتك تبقى معانا حلقه إن شاء الله. وحلقات كتيره إن شاء الله. شكرا لحضرتك نورتنا، ويا رب نكون قدمنا لكم كل ما هو جديد ومفيد، وانتظرونا في حلقه قادمه، وخليك هنا. شكرا لكم. اهلا.